النهاردة ان شاء الله حبايبي هنعمل مع بعض سمك السلمون بطريقة سهلة جدا. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشتري من السوبر ماركت مثلا قطعة سلمون، قطعة سمك سلمون من عند بتاع السمك يعني. طيب مش اكتر من كده، ومش محتاجين غير زعتر وملح وفلفل. هنحط مثلا على القطعة دي معلقة زعتر ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل، مش اكتر من كده. وهنحطها في الطاسة، الطاسة نكون دهنينها بس دهان نقطة زيت، مش اكتر من كده. هوريكم حبايبي احنا كده دهننا الطاسة نقطة زيت. انتوا شايفين حاجة؟ مفيش اي حاجة، بصوا مجرد دهننا، يعني حطينا نقطة زيت او معلقة زيت صغيرة قوي في ايدنا ورحنا دهنين الطاسة. ايه انا هو حتى رفعها مفيش اي حاجة بتنزل، بالظبط معلقة صغيرة قوي 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 دهننا بيها الطاسة. ودلوقتي هنحط عليها قطعة السلمون والزعتر والملح والفلفل. رفعناها على النار يا حبايبي، هي مش هتاخد اكتر من دقيقتين بالظبط على كل ناحية. هسيبها الناحية الاولانية، هسيبها دقيقتين واقلبها على الناحية الثانية. بفتك عليها كده عشان اساعدها تستوي بسرعة، وكل ما تنزل ميتها كده يعني اسيبها تحاول تشربها. اول ما تشربها كده يبقى كده خلص. هسيبها تشربها وارجع لك كده خلاص.